تصر النساء المجتمعات هنا على إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ورفض مسودة الدستور الأولية التي طرحتها الجمعية للنقاش المجتمعي قبل عرضها للاستفتاء الشعبي، رفض ترى فيه هؤلاء النسوة أنه حق مشروع لمقاومة ما يصفنه بهيمنة الإخوان على الدستور الجديد وتحجيم دور المرأة في مصر الجديدة. أنا عايزة الدستور يمثل المرأة، الدستور القديم مش معقولة، الدستور القديمة بتاعت سنة 23 و71 في تمثيل أحسن للمرأة من الدستور اللي بتعمل في 2012 بعد الثورة. المفروض بعد الثورة يبقى في تمثيل جيد للمرأة في المجالس النيابية وفي مجلس الشعب. يحزني طبعا إدخال الدين في هذه الأشياء والادعاء كذبا إن هو ضد وجود المرأة في الحياة العامة، لكن جماعة الإخوان المسلمين، حزب الحرية والعدالة، رئيس الجمهورية، الكل يسعى إلى هذا الآن. بعض النسوة ممن جئنا من جنوب مصر يرون أن الجمعية بحاجة إلى إعادة نظر لأنها أسقطت نساء الصعيد من حساباتها على حد تعبيرهن. إحنا كصعيد عايزين ننهض بالمرأة، عايزين ننهض بالمرأة أكتر من كده. إحنا كمحاميات في الصعيد مش بيعتبروا إن البنت اللي تشتغل محامية خلاص بقى إن هي فلتت بقى خلاص كده، وبتعمل بأسلوب مش كويس، ملهاش الحق في الجواز، ملهاش الحق إن هي تعبر عن نفسها. جملة مطالب نسوية يرفعها أيضا بعض الحقوقيين من الرجال لإرساء مبدأ المواطنة للجميع بعد الثورة. بقى طالب فعلا بسواء الرجل والمرأة، لأن المرأة نص المجتمع، وأنا بقول وبأيد فكرة الشيخ راشد الغنوشي في تونس عندما قال أن هناك اجتهاد فطقي لمساواة الرجل بالمرأة. نحن هنطالب بهذا إلى أن تأخذ المرأة المصرية حقها. لكن على الجانب المقابل ترفض بعض عضوات الجمعية هذه الاتهامات وترجعها إلى محاولات التيار المدني للتشويش على إنجازات الجمعية التأسيسية للدستور. الهجوم ده أنا كنت أتمنى أنه يكون هجوم موضوعي على ما خرج من مشروع الدستور والمسودة الأولية التي خرجت للنور لجميع الناس ليروها. وإحنا عملنا من أول يوم في الجمعية متاح لكل المصريين أن هم ينظروا ما يتم أولا بأول من خلال الموقع ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة. بالتالي كنت أتمنى ألا يكون الاعتراض على التشكيل قدر ما يكون الاعتراض على مضمون ما يصدر عن هذه الجمعية. قبل ساعات من حسم القضاء لمصير الجمعية التأسيسية الثانية، تتعالى الأصوات النسائية المطالبة بالضغط على الرئيس محمد مرسي من أجل تشكيل الجمعية التأسيسية للمرة الثالثة، لكن على أساس توافقي يضمن تمثيلا عادلا للمرأة وينهي الجدل الدائر في الشارع المصري ويجنب البلاد حالة من الفراغ الدستوري. مسلم قنديل، الحرة.